السلام عليكم. تقول الحكومة إن قانون الوصول إلى المعلومة بني على معايير الانفتاح والشفافية والديمقراطية التشاركية، ويرد الحقوقيون أنه قانون مقيد لحق دستوري متعسف في تحديد المجالات المحاطة بالسرية. فما حقيقة هذا القانون الذي مكث غير قليل في البرلمان؟ هل يعزز هذا النص الجديد الحق في الحصول على المعلومات؟ ما طبيعة الاستثناءات المتضمنة في هذا القانون؟ كيف ستؤثر هذه الاستثناءات على رواج المعلومة في الأوساط الإعلامية؟ وما علاقة النص بمشروع القانون المجرم للأخبار الزائفة؟ أسئلة وأخرى أطرحها على ضيف هذه الحلقة الجديدة من فقرة دون تردد. أرحب بضيف الكريم عبد الوهاب الرامي، الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. عبد الوهاب الرامي، الخبير الإعلامي المغربي، الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، مرحبا بك في هذه الفقرة الحوارية، فقرة دون تردد. لعلنا نبدأ الأستاذ عبد الوهاب الرامي بالتعريف، تعريف المصطلح. في السابق كنا نتحدث عن الحق في الولوج إلى المعلومة، توارى هذا المصطلح، مصطلح الولوج، لصالح مصطلح الوصول. هل هذا التعريف وهذا الفرق بين الوصول والولوج يحدد معنى مؤثر أم أنه لا مشاحة في الاصطلاح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أولا فيما يرتبط بالمصطلحات، فأعتبر أنه فقط هو انزياح من أجل تدقيق المصطلح، فهو كذلك ترجمة لما نسميه بالفرنسي أكسي، ونعرف بأنه على مستوى الترجمات كذلك يمكن أن تختلف المرادفات، وبالتالي في اعتباري أنهما يؤديان إلى نفس المعنى. والحق في الوصول إلى المعلومات فطبعا له خلفية على أساس أنه لا يتم اقتحام الفضاء المعلومات عامة، كما قد يشير إليه مصطلح الولوج إلى المعلومات. ففي اعتباري اصطلاحيا هما يؤديان لنفس المعنى. نعم، هذا القانون أستاذ عبد الوهاب الرامي الذي لا ينتظر إلا صدور في الجريدة الرسمية، هل يعزز في نظرك هذا الحق الدستوري المتعلق بالحصول على المعلومة؟ أولا الحق في حد ذاته هو مسألة مهمة جدا، لأنه ينزل معطى دستوريا أساسيا. ثانيا طبعا وإن كان المغرب قد تأخر، لأن هناك كثير من الدول التي باشرت هذا الحق وبدأت تعمل به، نأخذ من الجوار تونس التي بدأت العمل بهذا القانون منذ 1911، وبالتالي هو مسألة أساسية، لكنه يطرح إشكالات على مستوى ربط هذا الحق بالمنظومة الديمقراطية عامة. فإذا كان هذا الحق حق للمواطن، ومن هنا يكون كذلك حقا للإعلاميين والصحفيين على اعتبار أن المعلومة أساسية للإعلام، لأنه لا يشتغل بها كمعطى صرف وخام، بل هو يحولها إلى أسئلة مجتمعية كبرى أساسية. ومن هنا تطرح جملة من المسائل المرتبطة ب ما هي المعلومة أساسا، ثم كذلك مسألة دقيقة ترتبط بما نسميه بسرية المعلومات، وهل سرية المعلومات تختلف عن سرية الوثائق، وهذا فيه جدل كذلك. ويرتبط الأمر بالهيئة المشرفة على تدبير هذا الحق، تمثيليتها وتشكيلها، وكذلك هل القانون فصل في هذا الموضوع محددة لإعطاء هذه المعلومات على أساس أننا الآن ننحو. هل القانون فصل في هذا الموضوع أم أنه جعله حمل أوجه كامل في هذا الموضوع في بعض الأمور؟ لا طبعا، القانون دائما القوانين تشتغل بمعطيات عامة أحيانا حتى تكون صالحة للتنفيذ على مستوى الحالات المختلفة، لكن كان يجب التدقيق في بعض المسائل المهمة جدا،
طبعا هو دقق على مستوى الآجال مثلا المرتبطة بمنح أو إيجاد المعلومات، وهذا يطرح كذلك جملة من الإشكالات حول ما يرتبط بعمل الصحافة، لأنه إذا كان المواطن أعطاه القانون أجل 30 يوما من أجل أن يتوصل بالمعلومة وهذا الأجل قابل للتمديد ليصل إلى شهرين، فبالنسبة للصحافة في الحالات المستعجلة المرتبطة بالمعلومات فهذا يكون في إجحاف، لأن الصحافة تشتغل بسرعة كبيرة، خاصة أننا اليوم سواء في على مستوى الصحافة الإلكترونية أو على مستوى كل وسائل الإعلام السرعة هو عامل محدد وأساسي في نعم. التواصل الإعلامي عامة. نعم. هناك ما يرتبط كذلك بالهيئة المشرفة والتي لها تدبير المسائل الدقيقة جدا، وأظن أنه من اختصاصاتها كذلك أو يجب أن يكون من اختصاصاتها تحديد سرية الوثائق المرتبطة بالإدارة العمومية عامة وكذلك طبعا بالهيئات المنتخبة وغيرها كما يحددها القانون، وهذه مسألة أساسية لأنه كيف ومن يقوم بإعطاء طابع السرية للوثائق، وهل هذه الوثائق كلها سرية في جملتها أو في أجزاء معلومة منها، وهذه مسألة تطرح جدلا طبعا قد لا نخرج منه حتى حينما نبدأ في تنفيذ هذا القانون. والقانون في المجالات التي عبر عنها بصراحة كمثلا المداولات المرتبطة ب القانون تحدث بصراحة عن مجالات محاطة بالسرية فيما يتعلق بمداولات المجلس الوزاري، المجلس الحكومي، اللجان البرلمانية، وعدد من الإعلاميين المتخصصين في المجال الإعلامي والحقوقيين اعتبروا أنه كان يمكن الاقتصار على الاستثناءات التي تحدثنا عنها الدستور والمتعلقة بالأمن وبالدفاع وبالحياة الخاصة. هل كان المشرع في حاجة ماسة إلى توسيع هذا الهامش الاستثناءات؟ لا، هو في الواقع يعني المسألة الأساسية كان يجب أن ترتبط بما هو مسطر في الدستور، فمسألة الأمن الداخلي والخارجي للدولة وكذلك الحياة الخاصة، وهذا مهم جدا لأنه في القوانين الأخرى التي يمكن أن نلامسها عبر العالم هناك مسألة الحياة الشخصية مهمة جدا، لكن يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأنه يجب أن نشتغل كذلك بمعطى النسبية، فحتى داخل المداولات في إطار البرلمان يعني على مستوى البرلمان فالكوميسيون، فهذا يطرح إشكالا حتى داخل هذه المداولات هناك ما يمكن اعتباره سري لأنه يلتصق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو يرتبط بالحياة الشخصية، فلا يمكن أن نتصور أنه جملة هذه المداولات على مستوى اللجان البرلمانية هي كلها تخضع للسرية، فمنطق الإطلاقي هو منطق دائما في القانون يكون مجحفا بالنسبة لجهة ما وخاصة الجهة الطالبة للأخبار، لأننا يجب أن ننطلق من تصور أساسي هو أنه اللجان البرلمانية هذه هي تمثل في نهاية المطاف تمثل ذمة الشعب على أساس أن هؤلاء هم منتخبون، وبالتالي يجب أن تتصف مداولاتها بالشفافية. الأمر لكن في أستاذ عبد الوهاب الرامي لو سمحت فيما يرتبط بما ينص عليه الدستور كاستثناء. نعم، الأمر قد يكون مفهوم فيما يتعلق بهذه المجالات المتعلقة بالأمن، الدولة، بالدفاع، بالحياة الخاصة، ولكن عندما نتحدث عن متابعة صحفيين ومستشار برلماني في إطار تسريب مضامين متعلقة بلجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد، نجد بأن المعلومات التي تم كشفها في الصحافة لا تتعلق لا بأمن الدولة ولا بالدفاع، وبالتالي فالتساؤل هو هل هناك إرادة لتوجيه ربما الصحفيين للتعامل فقط مع البلاغات ومع التقارير الرسمية؟ طبعا هذه المسألة يعني في صميم ما نحن بصدده الآن حول هذه الإشكالات المرتبطة بتداول المعلومة،
ففيما يتعلق بمسألة التسريب هناك كذلك مسألة مهمة جدا، ويجب أن نفرق بين الوثائق المسربة ونفرق كذلك بين المعلومة المسربة، وهذا الفرق غير واضح على مستوى القانون، لأنه يمكنني كصحفي أن أحصل على معلومة ليس عبر وثيقة تعتبر سرية، ولكن عبر شخص حامل لهذه المعلومة السرية. وبالتالي كيف سيتعامل الصحفي؟ إذا عملنا هنا حسن النية فيمكن للصحفي أن لا يعتبر هذه المعلومة سرية، لأنه حتى المصدر لم يقل بأن هذه المعلومة سرية. هنا تطرح إشكالات كبرى. في الواقع أنه يجب اعتبار العمل الإعلامي في هذا القانون، لأننا لا يمكن أن نتصوره كقانون للمواطنين عامة، وبالتالي عمل الصحافة له طبيعة أخرى وكان يجب اعتبارها في هذه المسألة الأساسية. فبالتالي أنا أعتبر أنه الجهة التي سربت المعلومة خارج الوثائق المسربة يمكنها أن تحاسب وفق التنظيمات المرتبطة بهذه الجهة الداخلية أو القانونية إلى آخره، ولكن المعلومة التي يحصل عليها الصحفي إذا لم تكن تخل بالأمن العام أو بتخديش يعني ملامح الشخصية أو الحياة الشخصية، فهذا عامة يمكن أن نعتبرها معلومة قابلة للتداول من خلال الصحفيين، ويمكن أن تخضع للجدال وأن تطرح على مستوى النقاش العام. لا زال في جعبتنا الأسئلة نوجهها إليك، ولكن سنقتصر على هذا الحد في هذه الحلقة على أساس أن نكمل النقاش في الحلقة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الوهاب الرامي، الخبير الإعلامي المغربي، الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. كما أحييكم مشاهدينا وأشكركم على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم في الحلقة المقبلة بحول الله. إلى ذلك الحين أسعد الله أوقاتكم بكل خير.